أهلا وسهلا بيكم. توقعات للسعودية، أو يعتبر دي أخطر توقعات للسعودية للعام 2023. دي هتكون أخطر توقعات ممكن تكون للسعودية. في أهم توقع أنه هيكون في عديد يعني في عدد كبير جدا وعديد من المظاهرات اللي هتجوب شوارع المملكة السعودية، وهتندد بعدة قرارات هيتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز في بداية العام الجديد. والأمر ده هيعمل ضجة كبيرة جدا، هيوصل صداها للعالم كله، وهتبقى السعودية محل أنظار الكثيرين. هيؤدي أو سوف يؤدي ده لمشاكل وأزمات داخلية في العائلة الحاكمة للمملكة. بنشوف برضو أن الملك سلمان هيتنازل للحكم لولي العهد، حسب التوقعات المتداولة أنه ممكن يتنازل للحكم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد حدوث عدة أزمات كبيرة داخل المملكة. لذلك هتولى محمد بن سلمان حل هذه المشاكل بشكل كامل، وبتدخل عسكري وفرض حظر تجول كامل على السعودية أو على الأراضي السعودية، اللي بعده هيعود لاستقرار الأمني فقط في البلاد، وهيكون هتزيد الأمور اللي هيتبعها بن سلمان لفرض السيطرة على البلاد من تأزم الأمر. هيبقى في أزمات في الأمر ونهوض حركات معارضة هتقوم في التوقيت ده، نهوض حركات أو جماعات معارضة كبيرة جدا هتعرقل يعني من نهضة السعودية في 2000 ورؤية العالم للسعودية. من المتوقع برضو أنها يحصل في مطلع العام الجديد، وحسب الكتير توقعوا موت الملك سلمان عن طريق اغتيال او سم، او ممكن يتم تسميمه من احد افراد الاسرة الحاكمة. هتنشأ بعد كده ازمات وخلافات داخلية على المنصب الملكي، ويتم ازاحة ولي العهد محمد بن سلمان عن الحكم بقوة، وعدة انقلابات هيحصل انقلابات كبيرة لهيتم عكس الامر ده على الشارع السعودي، ويحصل انقسامات كبيرة وتحصل فوضى كبيرة، ولكن هترجع الأمور لمسارها الصحيح وهتستقر واستقر الأمن بعد منتصف العام القادم، على عكس اللي بيقولوا علماء الفلك أو المتنبئين بأنها تشهد السعودية ازدهار وتشهد رخاء. العكس هو ممكن اللي هيحصل، هي يمكن أن تصيب الملك عدة أمراض، ممكن هيجيله أمراض هتستدعي برضو عن تنحيه عن الكرسي. وفي الوقت ده هيصدر قرار ملكي هيقضي بتسليم السلطة وأزمات الحل بشكل كامل لولي العهد محمد بن سلمان. يعني التوقع اللي احنا شايفينه ان محمد ابن سلمان هو اللي ممكن هيحكم، والملك او الأمير سلمان هيختفي يا إما عن طريق اغتيال سم، عن طريق مرض وتنحى كرسي. هو يعني المتصدر المشهد هنا في التوقع ان محمد بن سلمان هو اللي هيكون مكان الملك سلمان. وفي الأول والأخير لا يعلم الغيب إلا الله وحده. دي كانت أخطر توقعات ممكن تحصل للسعودية أو توقعات. وشكرا جدا 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 لاستماعكم. بنتمنى الخير للسعودية، وفي الأول والأخير زي ما بنقول دايما لا يعلم أبدا الغيب إلا الله.